كريم، خلينا نبتدي مع خوان بيدرو. تعرفنا عليه كده، مدير فني اسباني تولى المسؤوليه بعد السكتاوي، و يمكن يعني حتى لما كنت بكلم مع الزملاء في المغرب قالوا لي انه ما قدرش يقدم اوراق اعتماده بالشكل الكافي لجماهير نهضه بركان. هو طبعا خوان بيدرو اتعين في مارس الماضي خلفا لطارق السكتاوي، كان كسب معاهم الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام بيراميدز، كان امانه كان عامل فرقه محترمه جدا جدا, جداً، كانوا بيلعبوا كوره حلوه وقدر ان هو يتوجهم بعد السنه بتاعت الكونفدراليه بتاعت الزمالك. يعني هم حتى في بطوله نادي الزمالك كسبها كانوا مقدمين مستوى جيد جدا، وكانت طبعا الاعمار اقل بكتير. خوان بيدرو بصراحه من ساعه، طبعا كان مدير فني سابق لحسنيه اغادير وعدد من الانديه في المغرب، هو من ساعه ما جه ما قدرش بصراحه ان هو يحقق نتائج تقول ان انت فعلا عوضت الفتره الجيده صحح مسار لطارق. طارق السكتاوي بصراحه في بدايته كان ارقامه جيده جدا، بنتكلم ان الراجل في 18 مارس اتعين، لعب 14 مباراه ما بين 10 في الدوري واربعه في الكونفدراليه، علما ان هم لعبوا في الدوري 18 اسبوع، فاز في 4، اتعادل في 5، خسر في 5، يعني بنتكلم نسبه اقل من 50% في الاخسارات. جايب الثقه دي كلها منين؟ لا يعني هو الراجل، لا بص هو طبعا الراجل بيتكلم عن عامل النفس ان هو عارف كويس طبعًا جدا طبعًا ان ربما ربما يوم الجمعه اذا حقق ان شاء الله باذن الله يعني نتيجه سلبيه هيلاقي نفسه مفيش مدرب هيقول لفرقته احنا رايحين نخسر، يعني طبيعي جدا انه على الاقل يشتغل على الناحيه النفسيه عشان يعوض ممكن الناحيه البدنيه وال صحيح. الفريق معاه احرز 11 هدف في 14 مباراه، وبالتالي المعدل اقل من هدف في المباراه الواحده، استقبلت شباكه 15 هدف في 14، يعني كل مباراه فيه هدف وزياده، وبالتالي بيبين لنا ان نادي نهضه بركان عنده بعض المشاكل في الدفاع وعنده بعض المشاكل في الهجوم، لكن تاني كل الارقام دي في مجموع موسم ملوش علاقه بان احنا هنلعب مباراه واحده طبعا الجمعه الجايه. خليني احاول اوصل مع حضراتكم للملعب بقى، يعني ال 90 دقيقه اللي احنا بنتكلم عليهم زي ما اتفقنا في النهايه 11 لاعب هيواجهوا 11 لاعب، ده ملوش علاقه باي مقدمات وملوش علاقه بتواريخ وملوش علاقه بارقام ومستويات اداء بيقدمها الفرقتين في موسم، والدروس كتير قوي التاريخ اداها لنا قبل كده. بس خلونا نحاول نقرا طريقه لعب نهضه بركان، نشوف مع دكتور احمد كده شويه حالات يعني يقربونا اكتر من طريقه واسلوب لعب نهضه بركان. طبعا نبتدي بالحاله الاولى، اول حاجه فريق نهضه بركان طبعا هو التاسع في الدوري المغربي، زي ما قلت لحضرتك هو سهل جدا ان انت بتكلم للي ما يعرفوش هو اللي بيلبس البرتقالي البرتقاني الضغط العالي، عمليه الضغط العالي لما اتعمل عليهم ضغط عالي اهم حاجه ان انت تضغط عليهم ضغط عالي لانهم بيرتبكوا جدا وبيغلطوا، ادي المدافع بتاعهم هيطلع الكوره، طبعا هم ضاغطين فريق الفتح الرباطي ضاغط بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمس لعيبه ده نص ملعب نهضه بركان. نكمل الصوره اللي بعدها على طول، هنلاقي بص الكوره اتقطعت، الصوره ايوه الكوره اتقطعت اهي منهم، هتروح للي هنا هيلعبها فين؟ نكمل الصوره اللي بعدها، بص حضرتك بص بقى الكره اتقطعت اهي تمام، بص المساحات الموجوده الهاف سبيس، مشكله نهضه بركان في انصاف المساحات ما بين المساك والباك، المساحه ديت اهم حاجه عشان تكسب نهضه بركان لازم تستغل المساحات دي. مهم جدا، بص الكره اتلعبت في المساحه عندهم طبعا زي ما قلت لحضرتك الباك اليمين والباك الشمال اعمارهم كبيره. فسهل ان انت تعمل تمرير طولي في خلفهم بالذات في انصاف المساحات اللي هي المساحات اللي بيتحرك فيها ممكن جونيور اجايه، ممكن الشحات، ممكن طاهر، ممكن صلاح محسن. يعني شفنا مثلا صلاح محسن في مباراه الزمالك ومباراه سان داونز قدر ان هو يستغل المساحه دي ويسجل. فتقدر ان انت تسجل من خلالها. هنكمل الصوره اللي بعدها، وشريف برده يعني بيتهيألي شريف في الحاله دي ممكن يبقى ليه دور انه يوسع او ينزل، شريف دوره ان هو ياخد المدافعين معاه لتحت ويفضي المساحه اللي هي انصاف المساحات دي، شريف ده للاطراف ده برده دخل اهو في المساحه الفاضيه وقدر ان هو يسجل هدف. الحاله اللي بعدها ده المشكله دي اول مشكله، المشكله اللي هي انصاف المساحات مهمه جدا ان انت تستغلها. المشكله الثانيه عندهم في الدفاع هي المساحات الموجوده ورا الباك الشمال محمد عزيز. نبص على ده هدف برده محمد عزيز تم اختراقه من الجبهه دي واتلعبت بالعرض وجت جون، اذا الجبهه دي مهم جدا ان احنا نستغلها، اللي هيبقى فيها ايا كان بقى حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد هاني لازم يعمل عمليه الزياده ويكمل في المساحات الموجوده ورا محمد عزيز. نبص برضه على الحاله اللي بعدها، بص محمد عزيز واقف وادي المساحه، ده دي مباراه الوداد المغربي اللي خلصت 4-0 اتلعب برضه من في ظهره للاعب الوداد نفس الكوره، محمد عزيز برضه واقف، محمد عزيز رقم 29. نكمل برضه الصوره اللي بعدها، بص حضرتك ده نفس اللعب، محمد عزيز واقف فين؟ مغطي التسلل، نفس الكوره اتلعبت برضه في المساحه نفس، يعني ده دي فيها المشكلتين اللي اتكلمت عليهم، غريبه جدا فيها مشكله انصاف المساحات. يعني ايه انصاف المساحات؟ يعني المساحه ما بين المساك والباك اهي الهاف سبيس اللي هنا،
تمام. والحاجة التانية مشكلة الباك ليفت ان هو واقف مغطي التسلل. هي يعني فيها المشكلتين. دي كرة مش كرة واضح انها مش كرة ثابتة. لا مش كرة ثابتة، الكرة هي الكرة مع اللاعب غريبة جدا البوزيشن اللي هو يعني اللي هو احنا بس عايزين نقف عند بقى الصورة دي يا احمد، ان هي دي النقطة اللي كنت بتكلم فيها لما كنا معانا الفورميشن. ايوه مشكلة نهض البركان لما يلعب بثلاثة ورا هما المساحتين دول اللي على الاطراف. لو خدنا بالنا هنلاقي منافس نهض البركان في الحالة اللي معانا دي عمل استريتش للملعب، اللعيب الفول باك واخد طرف الملعب على الخط. نهض البركان عشان الاعمار السنيه عنده عاليه صعب جدا جدا ان هم يفضلوا رايحين جايين من عند خط الملعب لغايه عمق الملعب. عشان كده لو خدنا بالنا مثلا على الناحيه الثانيه لو في اي لاعب طاير من الجبهه الاخرى، انت بتتكلم على كوره انفراد هتتلعب بكروس عرضي، عقبال انت ما تاخد قرار انك تحول نظرك وتحول جسمك وادائك من داخل الملعب عشان تمنع الكره العرضيه مش هتلحق. وبالتالي نقطه مهمه جدا لينا محتاجين ان احنا يبقى الاطراف والفول باكس لازم الأطراف. الفول باكس عندنا ان شاء الله طبعا اكيد باذن الله الجهاز الفني واخد باله من الحته دي، ان يبقى في دايما ضغط على اطراف فريق نهض البركان. القاعده بتقول كل ما انت بتلاعب فريق معدل اعماره عالي لازم تخليهم يجروا من كلامكم كتير. وانتوا بتتكلموا على طريقه اللعب وانتوا بتتكلموا على المدير الفني والارقام اللي احنا استعرضناها، شايف انه الاقرب او السيناريو الاقرب انه نهضه بركان يبتدي الماتش راجع لورا مأمن ورا اكتر ما فكره انه ياخد المبادره او يبادر النادي الاهلي بالهجوم. تتفقوا معايا ولا تختلفوا في النقطه؟ اتفضل. ده بنسبه كبيره اكيد هو هيعمل حساب كبير جدا لنادي الاهلي. يعني مثلا في الطريقه انا قلت احتمالين، يا اما 4-3-4-3-1-2 يا اما 5-3-2. هو النهارده هو في الماتش ده مثلا لعب 4-3-2-1. يعني ايه 4 وراهم، وادي الاثنين، ادي الثلاثه الارتكاز والاثنين الاطراف والمهاجم، تمام. فهو عمل 3 ارتكاز هنا في المباراه دي. ممكن في مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه يلعب ب5-3-2. فالصوره دي مهمه جدا، بتوضح ان دور حسين الشحات لو بدا او طاهر محمد طاهر ان انت ازاي تستغل انصاف المساحات، وازاي الباك ده محمد عزيز لعيب خبره طبعا ولعيب قائد ولكن كبر يعني 36 سنه. نبص ان تكمله الصوره، يعني الناس ركزت في الصوره دي يعني نشوف الصوره هنا في الحاله دي كمان تالي انه الطبيعي والمنطقي لو انت اعتمدت على الاطراف عندك او الاجنحه عندك انه كمان يبقى في دور للباكات هاني طبعاً. وايمن تكمل لقدام ان هم يضغطوا ويكملوا عشان يخلوا كمان او يفضوا مساحات اكتر للاجنحه ويشغلوا الباكات بتاعت نهضه بركان طبعا، لان الفريق كمان هيبقى بيدافع قدامك. اي فريق بيدافع قدامك لازم تطير الظهرين او تقدم الظهرين. الكره هي كملت، بص حضرتك اتلعبت، محمد عزيز لسه ما رجعش وجا الجون في المساحه اللي بقى برده ما بين المساك وما بين الباك. نكمل الصوره اللي بعدها. ده حتى هنا محمد عزيز رغم انه كان معلش ممكن لو ممكن كريم نرجع للصوره اللي فاتت على طول، يعني محمد عزيز اللي كان متاخر وتقريبا كان اخر لاعب في نهضه بركان، يعني كان الاقرب ان هو يحاول يعمل تراي في في في, في, في انه يوقف الهجمه او يمنع الهدف. رغم كده برضو هو بعيد جدا عن مهاجم الفريق المنافس. ما هنا في نقطه مهمه جدا، ميعاد او توقيت الحاله دي امتى؟ دي واضح كده ان هي ممكن تبقى في اخر المباراه، اخر المباراه، الربع الاخير من المباراه. ودي طبعا نقطه هنتكلم عليها في التشارتس لما تيجي. تمام.